ياخذنا الزمان الحنين وذكريات الأوليين. الماضي بعيد بوقته وزمانه، لكنه قريب على قلوبنا بحنينه وذكرياته. ماضي الأوليين، مهما تغيرنا وكبرنا وتمدنا وانقلب وتغير الحال من حال لحال، بتظل فينا الأصالة والحنين الماضي ذكريات الأوليين. من زبيننا بنتذكر وياكم هذه السنين وهذه الذكريات، وبنطوف على صفحات التاريخ ونشوف من ذكريات جميلة. حياكم معي. من أقدم الأسواق اللي موجودة سوق المباركية، اللي هو سوق المقاصيص. سوق المقاصيص كان موجود في فترة من الفترات وانتهى وراح وتغير الحال إلى حال. سوق المقاصيص يعتبر من الأسواق اللي كانت تبتدي بعد صلاة العصر لقاية غروب الشمس أو جريب المغرب. طبعا سوق المقاصيص هو تغير موقعه، يعني ما تقولين الشارع الجديد اللي هو شارع عبد الله السالم، وانت رايح منك رايح على ساحة الصفات يكون على يدك اليسار حق مدخلين، مدخل من صوب سوق السلاح ومن هالصوب، والمدخل الثاني أول الشارع الجديد اللي هو شارع عبد الله السالم. إيه هذا مدخله، وتشوفين هنا في ناس وايدين على قوته مثل الشريطية، مثل الناس واقفين، وتشوفين على يمينك وعلى شمالك قبل الناس اللي يكتبون مكاتيب حق شو اسمه، الناس اللي الأميين ما يعرفون يقرون يكتبوا، هذا في كتاب حاطين لهم كواد، حاط له صندوق وحاط له أوراق وحاط له مكاتيب على امتداد الشارع هذا كله. مرة عيوز ريال كبير ولا شيء بيكتب مكتوب، تلقينا قاعد هنا يقعد يم الريال هذا ويقول له كل اللي بيقول عنده عن أخبار عن شغلات مثل هذا، وبعدين نحطها على قوته، حطها ما أقول بعد ذاك المكتوب، حطها بالخط ودزوها. الباع اللي كانوا موجودين بسوق المقاصيص بذيك الفترة كانوا من اللي يبيعون الاحتياجات اللي ما يحتاجونها، أو الأغراض اللي موجودة عندهم بالبيت والحاجتهم المادية كانوا يبونها ويبيعونها بسوق المقاصيص على بسطات. أيضاً اللي كانوا يقومون بسرقة بعض الأشياء يجون يبيعونها بسوق المقاصيص، كانوا يسمونه سوق المفلسين. لما ندش سوق المقاصيص طبعا ما ندش تشوف فيه مثل ما نقول لا شريطية، زين عندك مثل ساعة بتبيعينها، عندك شغلة مسجلة، احنا لحقنا ايام على مسجلة البكرات ذيلا قبل قبل انا وايد اشتري من عندهم هناك مسجلات القاها رخيصة، وانا السالس من النوع اللي احب المسجلات البكرات، وهذه الساعة كاسيت بعدها ما نزل، نشتري منهم الشغلات مثل هذه، تلقينها على قولتهم تو شاريها او تو هذا ماخذها، بس خلاص يعني من قد تضايق ولا شغله مثل هذا، وسموا سوق المقاصيص على قولتهم ان الواحد المفلس هو المنقص اللي ما عنده فلوس ما عنده هذا اسمه. وتلقين في اشياء جديده، يعني غير الاشياء المستعمله وهذه، لان اول ما تدشين السوق هذا على يمينك وعلى شمالك تلقين الخضروات موجوده كلها بالسوق هذا، من يعني من طفايات، من ولاعات زقاير، من زقاير، من كل الشغلات يعني اللي على بالك، أدرنا في ساعات سباين أصباغ، كل شيء بالسوق، برغم سامي لا، بس الأشياء اللي الخضروات الموجودة العادية هذه كلها تلقينا بالسوق هذا. وطبعا السوق هذا يعني ترى ضيق، يعني ما في ذيك الساعة اللي تشوفين، يعني تقريبا إذا قلنا يعني ثلاثة أنفار يمشون خلاص يسكرون السوق كله، يعني السكة مالته، لأن على يمينك وعلى شمالك كلها محلات، وتقريبا يعني بعض ثلاث غير يمشون بمحاضرة بعض. وقبل سلام ان شاء الله ما مو دكاكين، هم باسطات، يعني مثل باسطه محطوطه، مثل باسطه اللي قاعده ايش اسمها تشوفينها، اذا بسكر الدكان اخذ الشادر ولا اخذ الفله بس نشرها على بضاعته وهذا وسكر، عباره شيء مسكر دكانه. تشوفين عندنا بعض المحلات، بعضهم اللي قاعدين هنا بالسوق هذا مستغلين، تلقينا قاعد بمكانه، الا بعضهم يريحون تلقينا موجود بالدكانه تحت باسطته بس نايم، وكلهم على امتداد السوق هذا كلهم، بس يعني لا في بخار يتسكر ولا في جراج ولا في شيء، اللهم بس الشادرة والفلة اللي غطون بضاعتهم فيها. العم صالح العجيري ذكر حادثة طريفة حصلت له والوالدة بسوق المقاصيص. يقول بذيك السنة لما وهب لنا الشيخ أحمد اليابر بيتين أو أرضين في منطقة الصالحية، بنينا عليهم مسجد وبيت، وبأحد الأيام دشوا المصلين للمسجد بيصلون، وواحد منهم فقد محالة
البير اللي هي البكرة اللي كانت موجودة ومربوطة بالحبل ويزعبون منها الماي من البير. راحوا قالوا حق والد العم صالح العجيري رحمة الله عليه، قالوا له محالة البير مفقودة وما لقيناها. قال خلاص انتوا شفتوا من أخذها؟ قال خلاص أنا أجيبها. يا العم والد العم صالح العجيري العم محمد العجيري رحمة الله عليه سوق المقاصيص وشرى المحالة اللي كانت مفقودة من المسجد، وعرف منه اللي دخل المسجد وباق أو سرق هذه المحالة. وايد أشياء تلقينا في أشياء مثل ما قلت المحالة مالت الجليب أو لو شمالها تلقينا كاملة هي ووشاها أو حبلها يكون موجود، وتلقين في شغلات يعني ساعات حتى ساعات يقولك إذا ضاع منك شيء ولا شيء روح دور سوق المقاصيص، مثل يعني غادو ولا شيء نفقته بمكان ولا هذا يقول لك روح دور سوق المقاصيص تلقاه، لأن هذا السوق هذا ما يدش مثل ما قلت الإنسان المقصوص المفلس اللي ما عنده فلوس تلقين السوالف هذه موجودة. السوق المقاصيص وقتها شو اسمه سوق المقاصيص، لأن الإنسان المنقص اللي ما عنده شيء بوليه. ذكريات حلوة مرت على أهل الكويت، سوق المقاصيص من الأسواق اللي كانت موجودة لكنها انتهت وراحت. الله يا ذاك الزمان واللي ماله أول ماله تالي. الله يديم العز في بيوتنا والله يديم الطيب في قلوبنا. البيت الكويتي العتيج اللي لحق قعد بالحوش وبالليوان وعند البرشة والجليب راح يتذكر معانا الحين أنا والعم أبو محمد هذه الذكريات الحلوة. بيوت أهل الكويت، بيوت الطين، البيوت اللي يابا وصخرها من عشيرج وبنوها. ما شاء الله عليك فتحتي صفحة جميلة جدا من تاريخ الكويت. مدينة الكويت كانت عبارة عن شرق وجبلة ومرقابة. نعم. هذه البيوت كانت موجودة داخلها عبارة عن بيوت مبنية من الطين ومن صخر البحر، مثل ما تفضلتي الصخر كانوا يبون عن طريق عشيرج يكسرون الصخر ويجيبونه على ذوبة. وبعدين الناس تستلم الصخر هذا تودي حق البناء. الاستاذ. زين الاستاذ والبناء الربع اللي شغلوا معه تحتي. زين. البيوت هذه كانت طبعا في فرجان، كل منطقه فيها فرجان، والفرجان هذه فيها بيوت متلاصقه مع بعض، وممكن سبب التلاصق هذه صار في التآلف بين الشعب الكويتي. طبعا احنا في ريج واحد من هنا موجود في ريج الميدان اللي ورانا مو بعيد عنا، كنا نعرف بعض، نعرف اسامي جيراننا، نود مع بعض. في بعض البيوت كان بينهم فريه. نحن فرية لازلنا إلى يوم كذا أنا ويا ربعي في رجل ميدان صار أكثر من 50 سنة متواصلين ويا بعض. بالمقابل المنطقة الحالية أنا ذاك في بعض جيراني ما أعرف أساميهم، وذاك قبل 50 سنة وأكثر أعرفهم كلهم. فالبيوت هذه كانت بيوت شرحة، بيوت وسيعة، إنزين، بس ما كانوا منغاطين، أكثر البيوت من غاط واحد، طابق واحد. فكان البيت طبعاً تكون في بعض البيوت تكون من حوش ديوان وحوش المحرم يسمونه. زين، فإحنا بيتنا كان في حوش ديوان، أول ما تدشين الباب الرئيسي طبعاً باب بخوخة وبابين. الباب وفي بطرقة وبيضاء وشيء جميل كان شكله. إنزين، أول ما تدشين طبعاً ديوان وفي الأدب أو المختارة مثل ما يقولون، ترى إحنا نسميها أدب الكوان نسميها حمام حالياً.
في باب ثاني يدش على باب الحرم، في 10 دور ما شاء الله. طبعا البيوت مثل ما تشوفين قبل يعني البيوت بسيطه، ما فيها ذاك الاثاث ولا فيها ذاك يعني تشوفين تقريبا هي متشابهه يعني الى حد كبير البيوت متشابهه اسمها. اللهم تفرق ساعات يعني بيت عن بيت، مثل الديوانيه اللي تكون موجوده في البيت هذا يكون فيها ليوان، الليوان يعني تكلفته كانه بانيه انتدار، دار ثانيه دار على دار. ليش؟ لان نفس اللي تحطينه الطمام تحطينه على الدار تحطينه على الليوان. يحتاج الجدل، يحتاج الباستيل، يحتاج الطمام اللي هو قلنا الطين ماطين، يحتاج شو اسمه المنقور او الباريه، كل الشغلات هاي يحتاجها عشان شيء يصير مكلف. يحتاج سنطوانات، السنطوان اللي هو العمود اللي يكملون فيه الليوان اللي يحطينه جسمه. وبعضهم يسوي ليوان كامل يعني دار ما دار البيت، بعضهم لا مثل ما تقولين نص ليوان بس، وين مشرق الشمس وين مغربها وين حسب. واللي ما عنده امكانيه يسوي الليوان بس يعني يكتفي بالعريش، يسوي العريش العادي اللي تشوفينه هذا من الكندل من المغادي ومن الشغلات هاي يسويه. حجم البيت وعدد الحيشان والأغرف اللي فيه تكون على حسب مقدرة صاحب البيت. في بيوت يكون فيها حوش واحد، نعم، وفي بيوت يكون فيها حوش الديوان وحوش الحريم وحوش الغنم والبقر وحوش كل بيت يختلف بالضبط. من شخص إلى آخر. في بيوت فيها أكثر من ليوان ودور، وفي بيوت ما فيها وما فيها إلا دار ودارين. دارين بالضبط، حياته وبس. كل البيوت تقريبا فيها ليوان، كل إيه؟ بس مو كل البيوت فيها عرشان، ما فيها يعني تختلف من بيت إلى آخر. مو كل البيوت كان فيها دواوين. دواوين لا، مو كل البيوت، كان فيها دواوين. بس كل البيوت لها سطح. سطح إيه، بس احنا نتكلم عن الدواوين، مو كل البيوت عن الحيشان دواوين اللي كانت موجودة. وأكثر أغلب البيوت كانت متوسطة الحجم. نعم. قليل كان بيته وايد عود. زين، أغلب البيوت متوسطة الحجم، عبارة عن دارين إلى 3 دور 4 دور. شلون؟ وبعدين على فكرة الأسرة كلها كانت تعيش في بيت واحد، حتى الأولاد اللي تزوجوا هم وحريمهم بالدار. إيه، يقعدون في البيت هذا ما يطلعون. زين، وكانت هناك عادات وتقاليد جميلة جدا. ما يعني إذا صار وقت الغداء والعشاء لازم الكل موجود. زين، وبالنسبة حق الغرف كانت هناك يسمونها دار تشيلك، تدرين بعيد. إيه. عشان وفي كذلك في مخزن أو نسميه نحط فيه الأدوات اللي إحنا ما نحتاجها. في كذلك بخار. لا، بخار غير. بخار. بخار لباب بر البيت. إيه. زين، وقت الناس بعدين قلبوا إلى نشاط تجاري. سووا محلات الدكاكين موجودة عندهم ببيوت. أي نعم، اللي سووا كواي إحنا قبل يسمونه دوبي. إيه. ولا الحواي. والحواي هم قلة، أكثر شيء محلات البقالة. دكاكين البقالة العادية. إيه. أكثر شيء بعدين صار في خبابيز. زين، أما الدور اللي داخل الحوش لا، هذا كان مثل المخزن أو دار التشيل أو دور النوم أو الديوان. هذا الأستاذ اللي هو البناي، والناس اللي معاه العمالة اللي كانت تساعده كانوا يجون حق راعي البيت، يجون حق حسين القطان، يقولون حسين القطان أنا أبي بيتي. عاد أول شيء يتعاملون معاه يا مقدم ياخذ فلوسه أو كل ياخذها على دفعات أو باليومية. طبعا هذا الاتفاق مع الاستاد، العماله ما لهم شغل مع هذا. يقول له شنو احتياجاتك، ايش تبي، ما تبي من البنيان، شنو يسمونه، حتى يسمونه مقنطر. ايه؟ مقنطره بعد هي هذا ترى اساس انجليزيه من كنت تركت من المقنطرات، يسمونه مقنطر يقنطر البيت او الاستاد مثل ما قالوا. يشوفون شنو احتياجاتك، شنو شغلك، شنو هذا، انت تجيب ايش اسمه الكندل والنحل نجيبه، انت تجيب الصهول نجيبه، قصايص الكندل لنا ولا لك. يعني الجندل الحين مو مساوي لما يسوون الدار، وهذا يصعد القصايص الجندل لما يكون الاستاد ياخذها يصير منها يبيعها، او اذا كنت حق على البيت يصير منها الدراج اللي تبيها، احجامها، شغلها، الشغلات هذه كلها. بعدين هو العمال هذه يعني حسب عاشته حقهم. العمال تلقاهم من صباح الله خير، من الصبح يعني من ليل لاذن الفير تشوف العمال كلهم واقفين عند بيت الاستاد.
يعني مو مثلنا الحين بمكان معين واقف عند بيت الاستاد زين تعال يا فلان تعال يا فلان تعال يا فلان هذا اللي يبيهم اليوم زين لان في عندك انت عندك البناي عندك الخباص عندك اللي يسوي القيله اللي يسوي كل واحد كل واحد له مهنه اليوم انا محتاج هذا محتاج هذا محتاج هذا تعال والبناي قبل او اللي اسمه هذا دوامهم مو مثل الدوام الحالي دوامهم من اذان الفجر الى اذان المغرب للمغرب وطبعا هذا اجرته حتى ايش تكون ثلاث ربيات ولا ربيتين ونص هذا بالنسبه حقهم اللي يميز بيوت أهل الكويت أبو محمد إن درايشهم تطل على الحوش ما في دريشة تطل على الشارع برا إلا دريشة إلا الديوانية صح ايه؟ صح هذا 100% صح زين وفي بعض الدور تكون فيها الرواشن الروشنة نعم. الروشنة نعم ايه نعم اللي نعم. بعض عيال أو جيل هالوقت ما يعرف شنو هي الروشنة لا الروشنة فتحة داخل الطوفة وتحط فيها أدوات الزينة زين تحط فيها اللماعيات تحط فيها المباخر المبخر المرش تحط فيها المرشات إيه بالضبط والطين اللي كان موجود والمرازيب اللي كانت موجودة نعم هذا حق المطار هذا كله كان طبعا شغل بناية الأولين وساحة الأوليين والخشب هذا أكثره ترى كان يبونه من الهند ومن المنباسة الأفريقية. خشب الشندل والباتشي الشندل والباتشي والبواري والبواري كانوا يجيبونهم من مباسة من أفريقيا ومن الهند وكانت نوعية جيدة تعمر أكيد بعض الأغراف في البيوت القديمة باردة بالصيف ودافية بالشتاء لا في كهرباء لا في مكيفات لا في دفايات صحيح كلام اختراع أهل الكويت طبعا بالنسبة للدور الباردة أكيد 100% فيها بطيخ. نعم هذا تدخل هواء بار نصاص حلو. طبعًا أنا ما لحقت على الجيل أنا وديت الكهرباء دشيت. هاي فتحة تطلع إلى سطح فوق بر البيت تدخل هواء زين إلى داخل البيت. ويطلع الفتحة اللي بداخل الدار. داخل الدار بتهوي الغرفة. هذا بالصيف. بلشتة. بلشتة الدور دافية. زين في مو كل الدور فيهم بطيخ. بالضبط. زين. إيه؟ أساساً الطين اللي يبنون من البيوت ترى الطين دافي، زين سبحان الله مو طين بارد، زين بس يمكن في لفة، ولكن جت الأمطار هي المشكلة، ايه مو كل بيت يتحمل، مو كل بيت على هذا سنة لما صارت سنة الهدامة، ايه مرتين، بالضبط، ايه عمي الحين الباب بخوخة، الباب الصغير يدشون منه ويطلعون، والباب العود حق الضيوف نعم. وحق ذياب أغراض نعم. من مدخل الباب عندنا الدهليز. الدهليز بالضبط. إيه. من الدهليز ندخل على الديوانية. على الديوانية. وحوش الديوان. وحوش الديوان. وبعدين باب ثاني حوش المحرم. الباب الثاني حوش الحريم أو الحرم. حوش المحرم. إيه. نلاقي الليوان. الليوان بالوي. الليوان بالوي. على طول. الليوان بال. الليوان وداير مدار بالنص. الليوان كانت الدور والجليب بالنص او البرشة إيه؟ البرشة لا ما تكون بالنص البرشة كلها على اطراف البيت بس الجليب دائما بالنص وبعض البيوت الجليب كان هم على الاطراف إيه؟ بالنهايه طلعت البيوت الكويتيه الحلوه البسيطه في بنيانها من صخر عشيرج اللي كانوا يبونه المساح البسيط المرازيم اللي كانت موجوده فيه الدهاليز الليوان حوش الغنم حوش الديوان حوش الحريم بيوت بسيطة لكنها كانت كبيرة بالأمن وحب العائلة بينهم وبين بعضهم هو الدهريز ما مو كل بيت يصير فيه دهريز يصير الدهريز إذا عندك أنت بنيتي دار مني ودار مني الممر الطويل هذا صار عندك دهريز ايه؟ وبعض البيوت اللي ما عندك هذا ما اللي ما بنيتي لا مني ولا مني ما يصير دهريز عندك يعني دهريز يعني ما يجدي يج ممر الممر الطويل اللي ما عنده دهريز يحطون له يسمونه غادة تبطل الباب ما تكشف اللي داخل حطوش من خياش ولا من طابوق ولا هذه يسمونها غادة طلعنا من ليوان ومن حوش الحريم أو حوش المحرم والأغراف اللي موجودة ورحنا حق حوش الغنم حوش الغنم هذا اللي عنده حلال وناس يسمونه حوش البقر وحوش البقر أجلكم الله زين
ففعلا في ناس كان اعتماد اهل الكويت قبل على الثروه الحيوانيه وان كان بشكل مبسط، منهم طبعا الاغنام كانوا يستخدمون البانها واصوافها زين، وكانوا لذلك كان الحديث يرتبط مع بعضه، كان سوق الجيت موجود علشانهم زين. هذا تأجر لكم والله حيوانات تبي تاكل علاف، فكان سوق الجيت سوق اكبر اسمه سوق الجيت، يبيع الجيت والعلف حق اللي طبعا الجيت حق اللي ما يعرف نادي الكويتي البرسيم، البرسيم فكان موجود نعم، حوش الغنم وحوش البقر كان حوش موجود بس حجمه صغير تحديدا، ومو الكل كان عنده حوش الغنم، ومو الكل كان عنده حوش الغنم وحوش في ناس بقر. عندهم ثروة حيوانية مصغرة هذا يقول إيه؟ بس ما عنده حوش خاص، عندهم الدياي والدياشة حق البيض وحق حق البيض يعطيك العافية. البيت الكويتي لما كان من طين وصخر يابينا من عشيرج كانت الحياة جميلة وبسيطة وحلوة فيه، ولما تطورنا وبنت بيوتنا من الطابوق الأصفر ودشت الكهرباء ووصلنا للوضع اللي احنا فيه هم كانت كلها بيوت خير وبركة. أبو محمد، سنين مرت على تاريخ الكويت، سنين وأحداث إحنا ما عشناها إحنا كجيل، بس الأوليين عاشوها ووثقوها بالتاريخ. سنة البطاقة كانت عام 1942. نبي نتعرف أكثر ونعرف الجيل الجديد عن سنة البطاقة. طبعا الكل يدري أن الحرب العالمية الثانية بدأت 1939، ومن آثار الحرب الطرق المؤدية البحرية إلى الهند أغلقت بسبب الحصار اللي صار على البحار بما في بحر عمان بحر الخليج من قوات البريطانية وقوات التحالف والقوات الألمانية. هذا الشيء طبعا معروف بالكويت، المواد الغذائية والأقمشة والكماليات والاستهلاك التي جينا من الهند عن طريق البوام وعن طريق بوام السفر والنواخذة والبحرية اللي كانوا يجيبون المواد هذه. بسبب الحرب وإغلاق الطرق البحرية شحت المواد الغذائية بالكويت، بل وصلت إلى درجة أنها انقطعت بالمرة وارتفعت الأسعار عفوا، فصار هناك في تهريب للمواد الغذائية والأغنام من دول الجوار. زين هني الشيخ أحمد اليابر الله يرحمه راح اتفق مع الحكومة البريطانية لتزويد الكويت بحاجاتها من المواد الغذائية والأقمشة. فقامت تجينا بأمر من بريطانيا وحماية من السفن البريطانية مواد غذائية إلى الكويت، فصارت سنة 1942 إنشاء أول دائرة للتموين بالكويت. أول دائرة تموين سنة 1942، وكان رئيسها كان ناصر المقهوي. صحيح، وكان يوزعون بطاقتين يعطون حق المواطنين، بطاقة يأخذون فيها المواد الغذائية اللي هي عبارة عن المواد الأساسية العيش والشكر والطحين زين، والبطاقة الثانية كانت حق الأقمشة خامات حق الريايل بس زين، الخامات هذه كانت تجينا من الهند بس خامات ريايل. إيه؟ ما سمعت إنه كان في حريم، بس خامات ريايل حق إنه كان يصرف للرجال، كان كل فرد ياخذ له 6 ياردات. 6 ياردات احنا نسميه وار ست وارات اللي هو طبعا هذا المقاييس البريطانية. إيه؟ ووزعوا محلات من حال المدينة، بهالمحلات هذه صار يوزعون البطاقة التموينية. بعد انتهاء الحرب انتهت الحاجة للبطاقة التموينية وتوقفت البطاقة التموينية، ولكن ردت سنة 1975 عن طريق وزارة التجارة إلى الآن موجودة البطاقة هذه. بو المعيوف، ذكرت أن يدك
واحد من يدانك عبد الله الشمالي. عبد الله الشمالي رحمه الله عليه كانت له قصه بسنه البطاقه. صح، كانت له قصه انه كان ياخذ بطاقته وبطاقه والده عبد الرحمن حاطهم ويا بعض. عبد الرحمن كان رجال كبير يعني مطيح ما يقدر يروح ويجي، فكان هو يروح ياخذ البطاقه يعني مالته ومالت والده، لان عنده والده عنده عائله وانت يا عبد الله عندك عائله، فكان جزاه الله خير يروح. جدي اذا في الاجواء العاديه يروح الى مسؤول اللي هو كان مسؤول عليها، وهذا يعني صراحه رجل دوله المرحوم نزال بن معصب، رجل خلوق ورجل متعاون وموظف عام بمعنى الكلمه، متعاون للجميع، لو يجونا الاعداد اللي يعني ما تتخيلينها ما يسكر المكتب الا لين يستلمون الناس هذه كلها. هذا كان باي سنه؟ في 1942 في عز الحرب العظمى الثانيه، فكانوا يعطونهم الشكر ويعطونهم الشاي ويعطونهم العيش. ترى هالامور هذه نقولها عاديه الان، احنا الحمد لله في رخاء، لكن ذاك الوقت كان عزيز الشاي وكان عزيز العيش والشكر، هم هذا كان عزيز، كانوا يذبونه بالماء. فكان جدي في الربيع يروح الجهرة عند هيف بن سعد الحجرف، هذا يستلم منه لأن هذا في الجهرة، هذا المكتب اللي في الجهرة مسؤول عليه، وفي الأيام العادية يجي حق نزال بن معصب. نزال بن معصب رجال خير ودين ويعني ومتعاون، وهذا أغلب اللي كان يأخذ منه كان أنت يا نزال. بقيت البطاقة حق المواد الغذائية، بطاقة القطع الخام والأقمشة هذه توقفت خلاص راحت. لأي سنة وقفت؟ بعد نهاية الحرب 1945 إيه. وقفت إيه. بس قبلها كانت موجودة هي من 1942-1945 فترة الحرب العالمية الثانية بس، وبعدين الحرب العالمية بدأت 1939، البطاقة بالكويت بدأت 1942 بعد ما شحت المواد وانتهت وقام حتى الناس ما عندها شيء تاكل، الناس ضايقت، صار يونيه العيش وصل سعرها مبلغ وقدره. اي نعم. لذلك قلنا الشيخ احمد اليابر رحمه الله عليه اتفق مع البريطانيين انهم يسمحون دخول المواد الغذائيه للكويت. فمن 75 كانت اول بطاقه طلعت بالكويت وبدا التوزيع على حسب عدد الاسر الكويتيه، كل اسره كم فرد فيها. بالضبط. وكانوا يعطونا المواد الاساسيه اللي هي كانت بالبدايه كانت مواد اساسيه عيش وشكر وطحين. وطحين بالضبط. اي. وبعدين طبعا الحمد لله شوي شوي وصلنا الى حتى يعطون تشيكن ناكلز، يعطون الحين باقي المواد الغذائيه ويقصرون. فالحمد لله يعني حكومه الكويت من بدايه هذه الدوله ومن نشاه الارض ما كانت تقصر مع مواطنينها ومقيمين. ولا راح تقصر باذن الله، ولا راح تقصر، حكامنا ما شاء الله عليهم الله يحفظهم قلبهم على الشعب. هذه كانت معلومات الجميلة اللي عطيتنا إياها عن سنة البطاقة. من الزبيل تذكرنا سنين وذكريات مرت على تاريخ الكويت، تذكرنا الأوليين، تذكرنا تعب وشقة وذكريات حلوة كانت موجودة وصارت بصفحات التاريخ. ومن الزبيل الخير بقبال عندنا دايما بنتذكر ونقول واللي ما له أول ما له تالي. لهني احنا قفال، نشوفكم حلقة جديدة، مع السلامة.